بلدة تروخيو تقريباً شمال شرق مدينة ماردا وقصبتها الشهيرة القصبة العربية التي كانت تشرف على هذه المنطقة وصدت لفترات طويلة المحاولات الغزو الممالك المسيحية على هذه المنطقة قبل أن تسقط هذه القلعة بشكل نهائي عام 1233 للميلاد بعدما سقطت بيد مملكة كاستيا وليون وكانت تحت الحكم الموحدي. هذه القلعة لها أصول طبعا أموية سابقا، لكن فترات الممالك خضعت لمدينة ماردا ومن ثم سقطت عدة مرات في الحقيقة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، لأنها كانت تعتبر منطقة رئيسية للمعارك التي ما بين المسلمين والمسيحيين، ولكن تم استعادتها من قبل المسلمين بحدود 1167 وبقيت تحت حكمهم حتى عام 1233. هذه المنطقة الأثرية الجميلة جدا في الحقيقة بها معالم كثيرة، وهنالك بقايا على ما يبدو لأحد المساجد في هذه المنطقة لأن منارته قريبة جدا وتشبه المنارات المساجد في العهد الأندلسي. طبعا تبعد هذه المنطقة عن مدريد تقريبا ما يقارب ساعتين ونصف في السيارة، لا أعتقد أن هنالك مواصلات إلى هذه المنطقة، يجب أن يكون لديكم سيارة ويجب أن توضع السيارة في أسفل البلدة هنالك ومن ثم الصعود مشيا عبر هذه المنطقة لأن هذه منطقة سياحية ولا يمكن للسيارات الوصول إليها، يعني تقريبا بدك تمشي ما يقارب 2 إلى 3 كيلو وصولا إلى القلعة الشهيرة أو ما تعرف بالقصبة العربية لهذه المدينة. المنطقة كانت عبارة عن مكان استراتيجي للدفاع عن مدينة ماردا التي تبعد حوالي ما يقارب 80 أو 70 كيلومتر من هذا المكان، بالتالي هذه المنطقة كانت مشرفة، هذه القلعة كانت تشرف إشرافا كبيرا على كل ما يحيط في المكان وحماية هذه المنطقة من الشمال الذي يتواجد به المسيحيون، مملكة كشتالة، مملكة كاستيا وليون. شايفين قديش استراتيجيا المكان، هذا المكان كان يشرف على كل هذه المناطق.